احنا نعمل ايه بقى يا جماعه عشان نحمي نفسنا من فكره الحسد دي؟ الناس بشكل عام تتمنى الخير لبعض. طب ما يعني هي ابقى عارفه سحر ان بتتمنى انت بتكرهيني الخير. وادعي لك. هي مقدره. انا هو كلام ممكن يبدو سهل او مثالي، بس هو مش مثالي ولا حاجه، بس صدقوني هي دي الطريقه. كل ما كان قلبك نظيف او قلبك نظيف وبتتمني الخير للناس، حتى في المسيحيه حبوا اعدائكم. طبعا هما كل عقيده فيها المعنى. يعني قولي ربنا يسعدها ويبعدها. حلو صح. ربنا يسعدها ويبعدها، والله دايما بقولك يا رب يسعدها وربنا يكفيني شرهم. ولازم نقطع الكورس بيننا وما بين الناس اللي احنا، اصل احنا مش كل الناس عارفين مين بيحسدنا ومين بيحسدناش. لا في ناس تبقى زي باينة، ما انت في قلتي، ناس بتبقى قاعده لا كده في باينه ناس ما احنا عارفينهم، في عينيك ناس يا احنا معروفه. عارفينهم وفي ناس احنا مش عارفينهم. فانت بنيه انك تقطعي طب بس. سحر لما راحت قالت لاختها واخوها المقرب وجوزها، كانت صح؟ هو في حد بيحسد يروح يقول؟ هم دي عشان قلبها ابيض واضح قوي. ان هم عارفين ان هي مرت بظروف خليتها تروح لهذا انت الاعتقاد. متعاطفه معاها قوي. ها متعاطفه معاها جدا. ليه بقى؟ يا بصي، حبيبتي يا حرام. انا يعني استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يعني مش بحب الكلمه دي، بس انا بكره الناس اللي بتحسد. يعني مش بكرههم بشخصيتهم، يعني ما اعرفهمش، يعني مش عارفهم بكره الطاقة بالاسم. اللي طالعة منهم. انا بكره هذه او برفض هذه طبعا الطاقه. طبعا، لو في بيعملها قصده ويضحك مش هقول لك ما شاء الله يا عم ده انت على قلبك قد كده، انت ده انت لسه مترقيه، ده تلاقيكي بتاخدي قد كده، بالظبط انت كده. كمان عايزه مش عارف ايه. ايه يا جماعه في ايه؟ وفي في انا مثلا واحده من الناس. لو انا قعدت فكرت كده، اعوذ انا كان بالله. مين حد بيحسدني؟ انا مش هطلع من بيتي. اي هو انت بتاعي؟ عارفه حد يقول لحد كده انت بتاعي ولا بيجرى لك حاجه؟ ما لا تدخليش انت، تقعدي وفي ناس عيانه. بتقول انت بتاعي بتحلوي. يا نهار ابيض يا ماما.